اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في توقعات احوال طقس بربوع المملكه لنهار اليوم ثلاثاء. غادي تصبح الاجواء مستقره مع سماء مشمسه فضلا عن تكون صقيع فوق المناطق المرتفعه خلال الليل وبدايه الصباح الباكر، كما يتوقع هبوب رياح ضعيفه من الغرب واحيانا من الشمال الغربي فوق شمال المملكه، بينما غادي تهب معتدله من القطاع الشمالي بالاقاليم الجنوبيه مع هبوب زوابع رمليه محليه بداخل الاقاليم الجنوبيه. بالنسبه لدرجه الحراره خلال الليل غادي تتراوح ما بين ناقص 4 ودرجتين بالمرتفعات، وما بين 5 و10 درجات بجنوب البلاد، وما بين 10 و15 درجة فيما تبقى من المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار غادي تتراوح ما بين 8 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 12 و17 درجة بشرق البلاد، وما بين 15 و21 درجة بالمناطق الشمالية، وغادي تكون ما بين 22 و28 درجة بالجنوب. بهذا كان هي معكم نشرة جوية، كنشكر لكم طيب المتابعة، نهار سعيد في أمان الله.